معانا طبعا محللنا الرياضي الجميل كابتن خالد بيوم. مساء الخير يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن ايهاب، واهلا بالكابتن الدكتور علاء مرتضى موجود. علاء مرتضى، استاذ علاء مرتضى، واهلا بكل الساده الضيوف واهلا بكل المشاهدين. ومعلش طبعا بعتذر، انا سايق مش شايف البرنامج كويس، وبشكر جدا على تقديمك الجميل. ده حقك كابتن خالد. بكل تاكيد اثلج صدورنا قرار مجلس الوزراء بعوده النشاط القروي من جديد مره اخرى، لكن كلنا ننادي ان عوده الدوري هذا الموسم بدون جماهير كما علمنا، لكن لابد من وضع ضوابط، من وضع اليات للنهوض بالرياضه المصريه. مش عاوزين كل مره نتعثر ثم نقف من عثرتنا دون ان نتعلم من اخطاء الماضي. اتفضل يا كابتن خالد. بالظبط طبعا، هو المفروض ان احنا المفروض يكون على الاقل بنتعلم من الاحداث اللي حصلت. ما استفدناش من كارثه الملعب المصري، على الاقل نستفيد من كارثه ملعب الدفاع الجوي او الحادثه اللي تمت. لازم يكون في ضوابط زي ما انت بتتكلم، في اجابات كثيره جدا لعوده الدوري، وانا طبعا مع عوده الدوري، لان صعب جدا 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 ان قطاع كبير من كره القدم وقطاع كبير من الرياضه المصريه واسر كثير تصل الى مليون او 2 مليون اسره عايشين على قطاع كره القدم ان هو يتوقف او يجمد. ولكن المفروض انا في رايي الشخصي يعني تشكل لجنه من قبل وزاره الشباب والرياضه، من قبل تكون مشرفه وبتنسيق كامل مع الاتحاد المصري، مع لجنه الانديه، مع رؤساء مجالس اداره الانديه لتنظيم المباريات في جمهور او ما فيش جمهور. واللجنه دي اللي تكون مشكله لازم يكون في ربط بينها وبين الوزاره علشان امور كثيره جدا. واحد، اما التقدم لاي مشكله يكون هي المسؤول رقم واحد بدل ما بتوه عن امور لسنين. اثنين، مكلفه اوضه بتنظيم المباريات مع مجلس اداره النادي المنظم للمباراه، ودي ممكن يعني تمنع عنا مشاكل كثيره جدا في الفتره اللي جايه. الضوابط كثيره جدا يا استاذ علاء. الضوابط عندنا اشتراطات امن وسلامه موجوده في الاتحاد الدولي، موجوده في الاتحاد الاوروبي، موجوده في الاتحاد الافريقي، موجوده عند الاتحاد المصري ولا في مصر حتى الان. لا اعلم لماذا، فاتمنى من كل قلبي حتى لا تحدث بعد كده مشاكل ونيجي نجمد النقطه ونرجع تاني نحط الخيط الاخير الداخليه في وش المدفع. لابد من ايجاد اشتراطات الامن والسلام، وهي موجوده في ادراج الاتحاد المصري ومعلومه لدى وزاره الشباب والرياضه ومعلومه لدى مجالس وزاره الانديه. طب ليه ما بيعملوهاش؟ ليه ما بينفذوهاش يا كابتن خالد؟ والله دي ممكن تتكلم فيها يا كابتن علاء، لان الموضوع كله انا في رايي مباراه بتخلص والسلام انتهت. الحمد لله بكره المباراه اللي جايه تعدي وتنتهي، ما فيش عندنا امور بشكل. طيب. يا كابتن خالد، حضرتك متابع جدا وطبعا ايدك في اللعبه زي ما بنقول، هل استاداتنا اللي بتقام عليها المباريات فيها اشتراطات الامن والسلامه متوفره فيها؟ اطلاقا. يبقى هيطبق ايه؟ ما انا مع في الوقت الحالي ان انت بتلعب بدون جمهور، مظبوط؟ تمام. الاستفاده اللي انت لمده سنتين كاملتين بالنسبه للاتحاد المصري ولجنه الانديه ووزاره الشباب والرياضه ومجالس الادارات اللي هي تعلم ان الجمهور هيخش بعد كده، لم نستفد شيء. بمعنى ان احنا في الوقت الحالي لازم نستغل عدم تواجد الجمهور، نستغله في ايه؟ إعادة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة للملعب المصري، واشتراط الأمن والسلامة مش زي ما الناس بتقول فقط لغير الداخل الملعب، لا هي لخارج الملعب كمان. مظبوط؟ تمام. يعني لأن كل ما تحصل مشكلة كل ما بنرجع للداخلية، وهي في جزئية غايبة عن الناس كلها، في الحادثة بتاعت ملعب الدفاع الجوي لو ترجع للتقرير الطبي الشرعي هي بيقولوا إن تدافع. يعني الداخلية لا ضربت ولا الأولاد دول بلطجية. تمام. ده لسوء تنظيم معين في جهه معينه في جزئيه معينه. تمام. يتحمل مسؤوليتها وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري ولجنه الانديه والمسؤولين عن تنظيم المباراه. ده الاتحاد طبعا بكل تاكيد هتقول، لكن كابتن خالد بالتأكيد. حضرتك موجود يعني في اكثر من جهه بتقوم بتحليل الدوريات العالميه. يعني توقف النشاط كان له رساله سلبيه جدا، انت اكيد لمستها وانت في الخارج. قول لي عوده النشاط وعدم عودته كان بيعني ايه لمصر في الخارج؟ لا، هي عودة النشاط انت بتتكلم على عودة السياحة بالنسبة يعني المرآة الحقيقية للكرة للأوضاع في مصر، للدولة المصرية، للأوضاع المصرية خارجيا. هي طبعا لما بتقول في كرة قدم في أمن، في أمان، في كمان سياحة موجودة، في أمور اقتصادية كبيرة جدا بتخش للبلد. عشان كده أعتقد احنا وضعنا خارجيا لما نبص إن الدولة
عاجزه عن تنظيم مباراه او عاجزه عن اعاده نشاط او اقامه نشاط بتاثر علينا سلبيا بشكل بشع في الدول العربيه والدول الخليجيه. ولكن في اعتقادي ان ايجابياتها كتير جدا وسلبياتها كتير. ايجابياتها زي ما قلت لك، سلبياتها ان هي برضو بترجع او بتعود علينا احنا بسياسه النفس القصير، ان احنا ما عندناش القدره على التنظيم، ما عندناش القدره على التخطيط بالنسبه لمجال كره القدم او للرياضه المصريه، ودي اتحملها زي ما قلت لك ناس كتير جدا جدا موجودين على الساحه. النهارده او امبارح حصل مشكله كبيره جدا في ملعب الاولمبياكوس في اليونان ما بين باناثينايكوس اولمبياكوس، والدوري اتجمد النشاط مع ان دي في الجمهور، ولكن اتجمد النشاط. هي الموضوع كله يا باتن الالتراس موجود وظاهره موجوده على مستوى العالم، كيفيه التعامل معاهم هو بالظبط تمام بالنسبه للوزاره او بالنسبه لمجلس اداره الانديه او بالنسبه كمان للاتحاد المصري او التابعين. يا كابتن خالد انا اسف انا بقطعك، انت عارف التعامل بتفعيل القانون، لك حقوق وعليك واجبات، خد حقوقك يا فندم والتزم بالواجبات اللي عليك، انتهى الموضوع. مصر حتى لا تمتلك قانون للرياضه، تذكر ان كان في ايام الوزير العامري فاروق كان عمل قانون الرياضه وما كانش ما فوعلش طبعا لعدم وجود البرلمان. مصر حتى الان لا تمتلك لوائح وقوانين قويه وصارمه تطبق على الكبير والصغير. مصر لا تمتلك حتى الان شركات امن. مصر لا تمتلك البيزنس او الاستثمار في كره القدم. مصر لا تمتلك دوري للمحترفين. كل الامور دي لازم تخش في الفتره الجايه، تخش بمعنى ان انت عندما تطبق دوري المحترفين هتلاقي الامور بالنسبه لك سلسه جدا. كابتن خالد يمكن في سؤال بخصوص المدير الفني المنتخب مصر، مين هيكون مدير فني؟ هل مدير فني محلي، مدير فني اجنبي؟ وعايز اعرف كمان تعليقك ورايك عن فكره انه مرتبط ومرهون بعوده النشاط الرياضي وعوده الدوري المصري. هل فكره ان لو ما فيش دوري يبقى المدير الفني المحلي هو الانسب، ام فكره ان لو في نشاط وان المسابقات رجعت واستمرت وانتظمت بشكل جيد المدير الفني الاجنبي هو الحل؟ لا، هي الموضوع كله ان المدير الفني لازم يكون جاي على معايير ايه اللي مطلوب منه وايه الاهداف اللي هو هيحققها بالنسبه للمنتخب المصري او للكره المصريه. لازم يكون عنده مشروع او خطه معينه الهدف منها هو عوده كره القدم المصريه الى الصف الاول على المستوى الافريقي اللي احنا افتقدناه في الفتره الاخيره. ولكن احنا عندنا ان طب حضرتك شايف ان من خلال الوضع ده المعطيات دي مين الانسب لينا في الفتره دي او في المرحله دي يكون مدير فني محلي؟ لا بس انت عارف يا استاذ علاء الموضوع كله ما كانش ليه لازمه الفيلم الهابط اللي اتعمل من اتحاد الكوره ثلاث شهور وسيناريو من اخراج الحاج احمد السكي وكان المفروض المخرج ممتاز. يعني الموضوع ملوش اي معنى، يعني ان انت بتحبطنا بتسكتنا كاعلاميين لمده ثلاث شهور على اساس ان انت في الاخر حاطط عينك على كابتن حسن شحاته وله كل التقدير والاحترام منه، وهو شخص يعني من الناس او المدربين الكبار جدا على الساحه. ده كلام شير. المهندس حسن فريد يا كابتن خالد، لكن كان معانا من شويه الحاج محمود الشامي اللي اكد ان آلان جريس هو الاقرب حاليا لقياده منتخب مصر، وده هيعلن خلال ايام قليله جدا. والله كل ما اتمنى ان هناك زي ما قلت لك في مدير فني يتحط للمنتخب للاتحاد المصري بالظبط. طب مين قبل مين يا كابتن خالد؟ يعني مدير فني للاتحاد الاول ولا مدير فني للمنتخب الاول؟ انا شخصيا مؤيد لفكره المدير الفني للاتحاد قبل كل شيء، لان هو اللي بترسم عليه خريطه الكره المصريه لمده خمس او بتحمل مسؤوليه كمان في اختيار الاجهزه في المنتخبات كلها وحسب ما يتطلب منه وحسب الرؤى وحسب الخطه والطريقه اللي هيتعامل بيها مع كره القدم في الفتره اللي جايه. انما حتى الان احنا لا نمتلك مدير فني للاتحاد، واذا امتلكنا مدير فني للاتحاد كان مجرد باور بس. ده حصل مع كابتن فاروق جعفر، كان مدير فني للاتحاد او المنتخبات بشكل عام، وكان مسؤوليته انه جه كمان بعد اختيار الاجهزه، وبالتالي ما كانش حد يقدر يحاسبه قوي. هي المشكله الاكبر ان انت في الوقت الحالي تنتظر تعيين مدير فني، تنتظر كمان مدير فني لمنتخب مصر، لكن انا شخصيا كنت مؤيد لفكره مدير فني للاتحاد. الكابتن محمود سعد خلاص يعني بنسبه 99%. اتمنى له التوفيق، وشخص محترم جدا ومطلع، واتمنى له يكون على دراسه وعلم كافي بكل المشاكل اللي هي محيطه بكره القدم المصريه، لان احنا عندنا مشاكل كبيره جدا اعتقد ان هي تحتاج الى علاج ويمكن بتر من الجذور عشان نقدر نرجع كره القدم مره ثانيه او نصل الى مصاف الدول الكبيره على الساحه الاوروبيه. تمام. كابتن خالد، محمد صلاح حابين نعرف المحطه الجديده والمرحله الجديده وانتقال فيورنتينا، وعنده لقاء امام توتنهام النهارده في لقاء العوده. والله اتمنى التوفيق لصلاح. صلاح من اللاعبين الممتازين، اعتقد انه الفتره الاخيره ادى بشكل جيد جدا في الوقت الحالي، يقال عليه وهو رمز
لنادي فيورنتينا، الكلام ده من جمهور فرنسا، جمهور فرنسا يعني شبيه الى حد ما بانديه الاسماعيليه والمصري وانديه السويس، جمهور متعصب قوي جدا. واعتقد ان صلاح اثبت كفاءه جدا عاليه، ادى بشكل ممتاز في المباراه الاولى امام اتلانتا، وبعد كده امام تورينو لعب مباراه توتنهام كامله. النهارده عنده مباراه قويه، اتمنى له التوفيق فيها، واعتقد انه باذن الله ماشي في الطريق السليم انه يلعب كره قدم ويستعيد يعني امكانياته الفنيه، وبعد كده نشوف صلاح في نادي اكبر بكتير باذن الله ان شاء الله. كابتن خالد، اخيرا حسب طبعا رؤيتك للاسماء اللي هعرضها لك، رتبها لي حسب ميولك انت مش حسب ميول حد تاني. هيلفر رينار، الان جريس، جورج ليكنز، ريكارد، رتبهم 1 2 3 4 عشان ارتبهم لك. لا، هي لان طبعا كل مرحله بتتطلب شخص معين. تمام. انا من مؤيدين المدربين زي هيرفي رينار، انه مدرب ممتاز عنده امكانيات عاليه جدا، ومدرب استطاع ان هو يكسب بطولتين افريقيه مع منتخب قليل الخبره كمان زي المنتخب الزامبي. تمام. ولكن في النهايه عندك الان جاريتس كمان، مدرب رائع، المدربين الكبار اللي طور من شكل المنتخب السنغالي، مع انه حتى الان هو لغز، ولكن طور من ادائه وخلاه فريق منافس قوي شرس، عنده امكانيات عاليه جدا. هنرتبهم، ممكن اقول لك ان هيرفي رينار، جيريس، والاثنين الباقيين بصراحه ما احطهمش في القائمه خالص. شكرا. لان ليكنز اثبت فشل كبير مع الكره التونسيه. تمام. واي حد في الاتحاد المصري لكره القدم متابع للصحف التونسيه يعلم جيدا ان ليكنز من المدربين اللي هم كانوا بيتعرضوا لنقد شديد ولاذع نظرا لسوء ادارته الفنيه مع المنتخب التونسي. تمام. ده الكلام ده حقيقي يذكر في تونس وكل الاعلام التونسي يذكره. هنيجي نتفاوض احنا مع لينكز، انا شايف ان هو مش اضافه، انا اضافتي لهيرفي رينار، واعتقد انه صعب جدا جدا. ليه صعب يا كابتن؟ ليه صعب؟ لان هو عنده تعقدات، هو عنده كمان مرتبط بالمنتخب الايفواري. الكوت ديفواري منتخب صغير السن، بدا يعمل عمليه تحليل وتجديد، ومع ذلك كسب كاس الامم الافريقيه. عنده امل كبير انه يحقق لقب ويوصل كاس العالم، وده امل هيرفي رينار. جيريت انا شايف انه مدرب برضه ممتاز، شخصيه، اسم كبير، فنيات عاليه جدا، ممكن نستفيد منه في المرحله اللي جايه، ودي هتبقى جايه برضه باللينك اللي ممكن يكون معمول مع المدير الفني للاتحاد، لان دي نقطه مهمه جدا جدا. انا اتمنى ان احنا يكون لدينا خطه او خريطه لبرمجه كره القدم المصري لمده 5 سنين في المقام الاول، وبعد كده 10 سنين. اتمنى ان نصل الى مصاف الفرق الكبيره او الدول الكبيره، على الاقل مش هقول ان احنا نوصل كاس العالم فقط، لا، ان احنا يكون عندنا توسيع القاعده، عندنا مدربين كبار جدا على الساحه العربيه اللي بدانا ننقرض بشكل كبير، يعني في امور كثيره جدا، او الخريطه موجوده عند المدير الفني بتاع الاتحاد، اتمنى ان هو يتنفذ بشكل علمي. واحنا كمان بالتاكيد بنتمنى لك التوفيق. كان كابتن كبير محلل الكرويه الكبير كابتن خالد بيومي.